عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم لاباس؟ مرحبا بكم، مرحبا بيا معكم فيديو جديد، نهار جديد. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله. مهم بنات، اليوم جيتكم بهذا الفيديو هذا اللي صراحه غادي هذه النقطه هذه غادي نصورها دابا ونزيدو مع الفيديو القديم. هذه النقطه هذه البنات غادي نحط لكم هذا الفيديو اللي قبل ما نعاود لكم على المرض ديال راجلي. صراحه داك المرض البنات ما كناش باغيين نهضروا عليه، ما كناش باغيين نجبدوه، ما كناش صافي، خصوصا ان انا باغا نعطي لراجلي غير الطاقه الايجابيه، حيت هو ما قادرش، ما عندوش القدره انه يسمع. كنصور كنسول لكم وما كتلقى الماكينه، ما كتعرفش تركبها مزيان وكتقدر الصوت. مهم انا دابا راني في دارنا، ماشي في داري هذا النهار هبطنا. كي قلت لكم البنات هو انه راجلي دابا محتاج الطاقه الايجابيه ماشي الطاقه السلبيه، محتاجش ليا انني نبقى نشارك هكا المرض ديالو ونبقى نهضر عليه وداك الشيء. صوف اننا نقول لكم دعوا معاه، دعوا معاه بالشفاء ودعوا مع جميع امه السيده محمد. وكي قلت لكم هذا ابتلاء من عند الله، والله سبحانه وتعالى ملي كيبغي شي حد راه كيبتلي. حنا كنحمد الله على زوينه، ماشي الحمد لله غير على حاجه خايبه، وانما كنحمد الله على الزوينه والخايبه. غير انا باش خرجت بداك الفيديو كنت حطيت هذا الفيديو بناتني واحد لابيل، داكشي علاش حبست التليفون. كي قلت لكم مابقيتش عاقله حتى فاش كنت، المهم والله ما بقيت عاقله، المهم نكمل لكم وصافي. كي قلت لكم الله سبحانه وتعالى باش كيبتلينا راه الحمد لله خصنا نحمدو، ماشي نحمد الله غير على الحاجه الزوينه والحاجه اللي غيعطيها لنا خايبه، لا، وانما نحمد الله على الزين والشين. مهم غادي نحط لكم البنات، كي قلت لكم وقيلا سكرت الفيديو اللي كنت اللي غادي نحط لكم دابا، ديجا حطيته نهار قبل ما نحط لكم ديك النهار نيت حطيت لكم داك لا فيديو. وموراه لقيت بزاف ديال لي كومونتير، كتخدمي على راجلك كديري، المهم بزاف ديال الهضره راني جاوبت بلا ما نعاود الهضره. ساعه الدار خدم عليه ونوقف معايا حتى اخر نهار في حياتي، لحقاش ملي كان بصحته ما كانش مريض كان واقف معايا. خلاصه الكلام لو كان يجلس هو كاع في الدار وما يدير حتى حاجه وما يجيب حتى رطه بنانه، انا من ساعه الدار نخدم عليه ونخرج للزنقه ونتكرفص ونسيق الديور ونسيق ونمشي نخدم عند الناس في الديور، وما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل نخدم على راجلي. مهم نساو هذا الموضوع. كي قلت لكم راجلي دابا محتاجه ليا انني نعطيه الطاقه الايجابيه، داكشي علاش دائما غادي تبقاو تشوفوا طاقه ايجابيه. وان شاء الله حيت بزاف بكم كتقولوا لا منى ما تحيدي لناش حميد، ما تحيدي لناش من الفيديو خليه معنا. المهم انا غنوريكم هذا الفيديو اللي قبل اللي احتفلنا وبغيت ندخلوا هكا شويه ديال الطاقه الايجابيه، ينشاط وضحكنا وهادي وهادي وصافي. هذا ما كان البنات، ها هو لا فيديو تفرجوا فيه وتهلاو لي فراسكم، بوسات لكم كاملين. قالوا بلا ما تديه لي بلا والو، شنو اجر راجل اجر عليك نايض الحرب تفكس لحدا المشاهدين. دابا جا خويا وداك الشيء جبنا حلوه وشدنا ضحكنا جا كان. اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم لاباس، اموركم هانيه. مهم بنات اليوم غنبدا لكم واحد لا فيديو لي سبيسيال، شي حاجه اللي زوينه فيها الاحتفالات والنشاطات وداك الشيء. كنهضر بشويه حيت الينا يلا نسات ورا معها باباها حيت شوفوا الا مت انا سبحان الله العظيم كتنوض ندير لها بحال هكا شي حاجه في حوايجي كتبقى ناعسه بصح. نوض ويجلس باباها عاوتاني كتبقى ناعسه، تجلس ماما تبقى ناعسه، ولكن نوض ونخليوها ما نعاودلكمش عاوتاني ما نعاودلكمش. وكف امي وكف امي. المهم الها راه يجيك البرد، شوفوا الها الشعر كي جاها خطير، نوريكم. اجي نوريهم هانتوما، شوفوا حتى هي دارتو زعما، شوف كي جاها واعر يا اختي. انت صدقلك انا ما صدقليش، ما عرفتش علاش عاد ما كيبانش مزيان في التليفون، ما عرفتش علاش. شوفوا كي جا، شوفوا هانتوما كيبان لكم دابا هكا كيبان مزيان، عرفتوا جاها فين؟ انا طاح لي، شوفوا قال كيرلي يا ناري. مهم بغيت غير نوريكم واحد البنوارات، يلاه وصلوني واعرين. غادي نلبسوا واحد حتى انا والهام، انا نجبدو ما عرفتش واش نلبسو هذا حيت فيه لي كولور، فيه هذا الغوز والكري. كيفاش كتوريهم هذا؟ شنو فيه الغوز والكري والغوز بيبي عادي بحال العروج، وكاين هذا فيه بحال الكولور هذا ياكل، وكاين هذا غوز باين. هانتوما شوفو مما انا جبت هاد السلعه هادي اللي غادي نصيفط، ولكن حطيتها مع هادو حيت انا السلعه دايرها في دارنا فهمتو في الكيطه، ولكن جبت هنايا هاد السلعه هادو اللي غادي نصيفط دابا لما ليها جبتهم حطيتهم هنا ستفتهم باش ما يصلحيش عندنا بطل دارنا هاد السلعه ونرجع نجي نطلع لهنايا، داكشي علاش. المهم غنوريكم هاد البنوارات اللي عاد جاو جداد فنين. دابا غنوض نبدل الحوايج ونقد راسي وداكشي، الهم راه كتقاد وديك سنرجع معاك.
اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحتكم؟ لاباس اموركم؟ هانيه احوالكم؟ جيده؟ مرحبا بكم، مرحبا بيا معكم في جديد. المهم البنات شوفوا الشعر صراحه خطير، كيجيب داك القضيه ديال الطفيرات. ماما جابت لي بعدا جلابه، انا نوريها لكم. البنات شوفوا واحد خطيره خطيره، انا مازال ما كتبتش سيده ربي الوقت باش غادي نشوفها لها. عرفتوا ما نعاود لكم واحد We went out at night and day. We enjoyed our life. I remember in your car, looking on till we were tired. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you. يا البنات ماشي غير بوحدي، انا نوريكم شكون واحد زي معايا. اجي شوف اختي صافي. هاد البنت بقوص انا، هاد البنت كحمق عليها. كاينين شي كومونتيرات الله يعطيكم اخوتي كتقولوا لها سيري في حالك، انا ما سخيتش بيها، راه بغات مسكينه تمشي. وكنقول لها عافاك خلي زيدي معايا غير سيمانه، عاوتاني كتبغي تمشي كنقول لها عافاك جلسي معايا غير سيمانه. ما سخيتش بهاد البنت، عرفتوا راه بحال اختي باش فهموا. اصلا انا ما تربيتش يعني بالعاني، دارتها بس لي بالعاني عقد. انا اصلا كتقول لي غادي تدي لك راجلك، انا زوجالو اختي زوجالو، الا غتديني زوجالو بلا ما تديه لي بلا والو. شنو اجر الراجل اجر عليك نايض الحرب؟ حاجه في السطل قولي سمويه. شنو شي في السطل؟ قولي سمويه حامي جاب لي شي حاجه في السطل. قولي سمويه اجر الراجل قال لك اسيدي ولاش كتسلم بالخبز؟ قرب باش قال لك غادي تديني صوب تفكس لحدا المشاهدين، تفكس لحدا المشاهدين. شوف قال لك الهام غادي تديك ليلي زوجالك. علاش ما يستر اجي زوجك تقول حنا الزين لا ما تلقاش تنديه. شنو جبتي لي في وسط السطل؟ شفر الحامض شفقة حامضة. واحد النهار حيد الحامضة واحد البنت قالت لي حرام يحيد الحامض من الشجر. فعلا حرام، ولكن كان مول الدار ما فراسو شو ما هو راه مول الدار فراسو ما يجي دايز يقفلو حامضة، ويعني فراس مول الدار فهمتو يعني ماشي بلا اذن ديالو. يا خيتي كون كان بلا اذن ديالو واش غنجي نقولها لكم في يوتيوب نقول لكم راجلي كيشفر لي الحامض؟ ميمكنش. وحنا عندنا حامضة وحدة انا كنضرب في لا بزاف لا غير ربي تسمح لي كاينين بزاف. المهم دابا غادي نوريكم بيجامات البنات البنوارات، وانا كنقول بيجامات البنوارات اللي عاد جاو. وها انتما معايا البنات كاينين هادو، كاين هاد اللون وكاين هاد اللون هذا. بون انا غادي نلبسو هادشي كامل وغنوريه لكم. خدام انت اختي انا غنوريكم البنات هذا، هانتوما كاين هذا، هادو سخانين على البنوارات الاخرين، حتى الاخرين سخونين ماشي سخان مي بحالهم تقريبا بحالهم، ولكن هادو جايين انا شويه طوالين على الغيمه. هانتوما نقيس لكم بهذا هذا باش نعطيه الالهام تلبسو. هانتوما البنات شوفوا كي كيجي هادي هذا لاطي ام يعني الوغ انتو هذا لاطي ام البنات ما يخرم كان بصح بحال بحال تقريبا بحال الام بحال ال كيجوني بحال بحال. شفتو شوفو كيفاش كيجي زوين. شو كيجي كيجي واعر ياكي هاي تلوين واعر خطير البنات كيجي واعر. شوفو شو كي داير. المهم الهام قلت لها اليوم تختار اللي عجبها تاخذو اللي عجبها هذوك ديال ميكي ميكي ميكي. كاين هاد اللوين هذا عاوتاني هذا غادي يجي زوين متاكده يا اختي متاكده شكون زوين ديك واعر اصلا كان هاد لاكول ولي فيه هو كتعجبني زوين. هذا انا نوريكم هانتوما من الفوق بعدا كيفاش كيجي. هانتوما البنات وكاين هذا تا هو زوين عرفتي كيحمق تاعو صراحة كاع لي كولور ديالو زوينين واصلا كيجيو بحال بحال فاقهم غير هاد لو بلو ولي فوقهم. هانتوما شوفو كي كيجي تا هذا
هو سخيخن يا اختي. انتوما هذا شوفي شوفوا شوفوا الهام كي جاها واعر. قربي قربي الهام. شوفوا كي كيجي. شتي كي كيجي في البيصه حتى هذا فين وانت هو حتى هذا غزال. هجبوني كاملين هكذا بعدا هجبوني كلهم. عرفتي البنات دابا بغيت نخلي انا ليا واحد والالهام واحد. عجبني ديال ميكي موس وعجبني هذا وعجبني هذا. ما عرفتش شنو غنختار فيهم. الو نشوف شنو غنختار. الحقاش ديال ميكي ما بقاوش بزاف والناس مكومونديهم. ما بغيتش ناخذ انا ونخليهم بلاش فهمتوا. هذا عاوتاني واعر. شوفي هذا اللوين ديال هذا شنو انت هو كيجي جاتني مع البيجامه. نوريكم هذا البنات. ها انتم كتشوفوا شوفوا الالوان ديالهم. المهم انا راه كنمونط لكم في وسط الدار. ها انتم هادو هما لي كولور اللي فيه. الصراحه كيجيو فنيين كيجيو خطرين خطرين حتى في البيصه وسخيخنين فهمتوا كيفاش يعني ماشي شي باردين. البنات هذا في لو روز هو بحالهم وفي الغوز حتى هو خطير. كاين هاد الكولور وكاين هذا وكاين فيه البلو خطير حتى هو واعر 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 واعر. انا نوريكم. ها انتم البنات شوفوا كي كيجي عاوتاني حتى هو كيجي خطير. ها انتم ابطي شويه الى مزيان. ها انتم شفتوا كيفاش كيجي كيجي واعر واعر قبيب ديالو سخون. انتم هذا شويه على الاخر يعني هذا غليظ على الاخر شويه ياك نشوف بحال بحال كنلقاو بحال بحال هو بحال بحال في الثوم غير هذا فيه هاد الفشفاشات هادو كيبان بحال سخيخان على الاخر فهمتي حيت فيه هادو ما عرفتش انا في الثوم جيني كيف كيف سمينا وحده. اليوم هذا مكان البنات ودابا غادي نمشيو شوفوا شنو انصايبو. يلا معايا البنات هذا ستيل القديم هذا هو اللي كنقول لكم زوين حتى هو واعر واعر هو الصراحه. قلت لي الهام تختار واحد لمساتهم كاملين قلت لي كلشي عجبها حتى واحد ما بقاش ما عجبهاش هي كلشي عجبها. يلا شنو اختاري دغيا اختاري قدام المشاهدين خصهم يقولوا لي شنو. اصلا شوفي اصلا جاوكي كلشي غزالي فني كلشي جاوا فن. قلت لها اختاري واحد خوديه مازال ما بغاتش تختار. يلا اختاري ركلام ركلام ركلام. يلا قيسي الغوز ما قيستيش. يلا قيسي الغوز. ها انت والله البنات لا كيف صعب كلهم جاوا فني. ما انا قالت لي اختاري معايا قلت لها ما نكذبش عليك لبسات هذا ولبسات الاخرين قلت لها شوفي انا كلشي جاوك اختي زوينين. انا والله ما لا انساكم دابا انا كلشي زوين. ولا قلت لها اختاري هذا نخاف نمشي نظلمها ويكون واحد اخر جايها ما احسن. داكشي قلت لها انت اختاري اللي يعجبك ياكم البنات عندي الحق ايوا اختاري البنات اللي يعجبك. ماني كان كنشوي هذا الدجاج في الفران. ماما انت شنو صاوبتي انت ولا محمد؟ انا انت اللي قلتي شنو صاوبتي فيه؟ زعتر ماما دابا راه كتقولي الوصفه ولكن راه خدامه في التليفون. نتوما المهم انا غادي نوريكم. وماما راه كتنقي باش نصوبو زميتها لخويا باش غيديها معاه حتى ماشي غادي فحالو. عنده زوجة الولدات و كصابو لها زميتها محمد اجي نقول لك بصح زوجة ولدات. ها اجي 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 واش ولدات ولا باقي؟ ها؟ ولدات ولا باقي؟ مراتك كصابو لها زميتها بزيادة والله إلا نيت أنا البنات ما تقتل بيا. تقريبا ها ولدات مراتك؟ تقريبا تقريبا خرج غير الراس باقي المهم لعساكم البنات زميت اخويا اللي كيتوحم عليها بغاها قال لك غادي يمشي للطاجون قال ديني التخفه قال لك ديني التخفه كان عيو كديني التخفه خصني داك السيد ديال التقاوت بس بس ما تبقاش ديني التخفه طيح عليا الماكينات. هاي هاي كاين ولا ما كايناش؟ كاينه. المهم هذا ما كان لعساكم راه باغيها حيت تشهاها وكيمشي مسكين الخدمه يلوط الصباح عندها داك الكريسي محمد شوف هذاك لا تالي تالي شبك يا سير سير بحالك سير اخي سير سير سلام شايه وليدو ما تاكل ما
ما صاحبتي جات معايا حيت انا ما كريتش الشباكيه وهي قالت لها وليدي خالي الشباكيه وليدي باش ما تسدلكش على الشاي يا وليدي. لحقاش لحقاش هذه تسالات طارق خليني حبيبي نهضر هذا خدامه المجموعه كيسب لحقاش تسالات لكم قلت له مالي تسالي لي الشباكيه لحقاش الدجاج كيطيب شوفوا يا اختي ماما باش تجي معايا وانا اللي ما كريتش شو وساله هالي شنو غناكل دابا مزيانه هاك الشتي مزيانه ياك اختي مزيانه لي الشباكيه حتى هو ما مزيانه الشباكيه والله ما مزيانه حتى واحد فيها الزيت الا انا صغيره ضماتني اخوتي تصدمت بهاد اللحظه راني تصدمت راني ما كتقادرش مسكين هو مولا ماشي الغربه تاعي انت حدايا غير تمشي لاوروبا هو مسكين ماشي ان شاء الله العقبه ان شاء الله ان شاء الله قالكم الا كانت شي فاكاسيات زوج بخويا تبان اش هاد المليون الصداق صافي باش نضيع له البيعه والشريه ديما كانت كلا عليا الشباكيه غنضيع له البيعه والشريه الا كاينه شي فاكاسي حتى حنا كنطلبوا اش هاد المليون واخا يعجبك نضيع له البيعه والشريه دابا صافي شي فاكاسيات بان ولا لا غادي اش هاد المليون عاد نزوجوك ليلى اخي صافي الا كانت شي فاكاسيات البيعه والشريه سير خدم ما صافي سير خدم ما تاكل الشباكيه اجي اختي الا كنتي فاكاسيا اجي نزوجو لك بابور بلا 10 المليون كلالي شباكيتي 10 المليون اما عطيوهش لا تعطيونا 10 المليون لا صافي يا البنت البنت غنعطيوها 10 المليون لا انا كنطلب خويا 10 المليون قالك انت حمقى ايه 10 المليون الله يعطيني وجهك انت هاي باش باش تسمى ما راك شويه شحال بغيتي جوج دمل جوج دمل يوم ده هادي قدومة هادي وش هادي هادي المليون على بس كبر على بس كبر هادي قيدال كبر قاعد ثلاثة المليون قيدال على هاديك شوفوا البنات البنت اللي بغات تكون ولكن فاكاسي عندها الوراق راه شوفي راه كيطلب اختي هنايا 10 المليون شحال انا قلت 2 مليون وهنا مليون قالت 3 المليون غتبقى في الورقه يعني غادي يقيد في الورقه انه كيسال 3 المليون لا غير ورقه دير معاك بانها كتساليها 3 المليون تتكبر على ما تكبر لك اللحيه والشعر شحال قلتي كيدير 2 مليون وعندك بانه وانا راني كامله لا ما كتبانيش اختي سير ولدي سير تاكل شباكيه شكون شباكيه سير خليني ناكل شباكيه يلا البنات كيما حنا كنضحكو هنايا البنات هاد الجوج دارت لهم الفران قطعت محمد وهنا ساداتنا وصاحبه الكرام عرفتوا باش احتفلنا البنات دابا نقولوا اه وشنو هادو بالكيتابين احتفلنا بالخط وبعد يا محمد خويا مع إلهام إلهاميتا زوجنا محمد وإلهام إلهاميتا لعساكم البنات عينا طارق لعساكم البنات رحنا درنا هاد الحفلة هادي حيت خويا ما كانش اه والله ما عاد نعاود الفيديو أزيرو بالله والله لا عاودتو والله لا قطعت شي فيديو ولا قطعت شي لقطه ولا عاودتو الا غدا غتفرج فيه انت غادي فكر وغتفرج فيه هكا لا من هو انا ما عنديش مونطي ما كنعرفش مونطي والو ما كنعرفش مونطي ياكم البنات شنو البارحه
خرج من الكيس. صافي ديك كنضحك لك شو بطاطا شوي اوكيبي ماري أجي من الحاسة ها هو راجع أنا حميد على على الرجل دابا وما تديها عندها أمل في حميد واحد البنت كتبات لي كومونتير عقلها ماما داك كومونتير لا عينو عينو ها انتم البنات شوفوا بس عرفوا أن القضية فيها الطاقية يلا عطيه الوردة الإله خليني نكمل هاد الدرس تعطيني 20 مليون تخدمي عليا مليون على رضا البطاطا غتعطيك غير خمسة غير خمسة بارك قلوها واحد فيك مخبع هاد الوردة هزها من هياك أيانا أيانا لقيتها تاعي شكرا شو صرنا نصفقوا غير تشوف فيا ما غنبرزع صدمات مسكينة إلينا تصدمات إلى عندك إلينا تصدمات صدمات شو شفت قد ضحك معاك أنت إوا هذا ما كان دابا غندوزو ناكلو الحلوة لا نبقاو كنتفرجو السلام عليكم المهم هنايا البنات ماما راه كتصاوب هنايا زميتها الخويا اللي قلت لكم البارح ايوا قال لك لا لا هو ما خاصو ضروري زميتها هنايا يلاه كترونها باش غادي تزيد فيها هذا زبيده صراحه واحد المره كنت درتها بالعسل وما جاتش زوينه يعني بدات كتعلك فهمتوا ملي كديرها بالزبده كتجي زوينه ماشي بحال العسل العسل لا كتجي بحال اللي كتيبس وخصوصا ان زميتها قد ما طوالت قد ما كتبنان منين كتكون بالعسل ما كتجيش زوينه كذاتي عاوتاني اليوم راه حنا غاديين معروضين حتى تشوفوا عاوتاني في الفيديو الجاي فين بلاصه وكيفاش عملنا شويه شي بطاطا دقيقه المهم صوبات لي عاوتاني الهام داك الضفيره باش غادي نمشيو بها غندير عليها الزيت وداك الشيء باش غادي نكمل الجميع داكشي اللي خاصو يتجمع وديك الساعه مع ديك 3:15 قالوا ماكسيموم غادي نخرجوا من الدار ان شاء الله يا سيدي ربي وانا عاوتاني صاوبت لها صاوبت لها داك الضفيرات هي صاوبت الغدا وانا اللور مع اختكم سبحان الله العظيم ما عنديش معايا شي حاجه سميتها الضفران الضفران باش نضفر نضفر ما عنديش مع الضفير ديال الشعر ما عنديش انني علاش توا دائما كتلاحظوني انني ديما دائما كتلاحظوني انني يا اما كنجمع شعري كوت شيفال يا اما كنطلقو يعني ماشي كندير لهم شيطات ونقاد حيت انا اصلا ما عنديش مع داكشي كنمر في الصباح كينمش شعري طق 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 صافي هادشي كنعرفو صافي ما عنديش القانه بالعربيه بحال هكا الماكياج بعض المرات يكون عندي القانه بعض المرات لا داكشي علاش نهار كنت قلت لكم البنات شنو بالكم في المشروع قلت لي مونا ديري الصالون صالونات هي من ندير صالون يعني ديما حاف دارنا يعني ديال دارنا نفتح فيه صالون ولكن لا انا ما غنعطيش فيه يعني انا ما غاديش ندير واحد الحاجه اللي انا اصلا ما غنعطيش فيها ما يمكنش داكشي علاش كنحاول دائما نمشي للبلاصه اللي غنعطي فيها ايوا هذا مكان البنات دابا غادي نوض نقد راسي باش نخرج ان شاء الله غادي نحبس لكم نتوما لا فيديو هنايا نتمنى تكون دوزتوا معايا وقيته زوينه ضحكتوا ونشطوا بالمناسبه نسيت ما قلت لكمش البارح المناسبه شنو هي اللي احتفلنا بها ما كاين لا مناسبه لا المناسبه هي ان خويا صراحه ما كانش معانا نهار ديال راس السنه ما كانش معانا قبل توحشنا كلشي نهار ديال راس العام كان خدام حنايا جبنا الحلوه وداكشي انا جبنا داك الحليوه كليناها ولكن عادي يعني ماشي شي حاجه ما نشط ماما كانت عائله ما والو دابا جا خويا وداكشي جبنا حلوه نشطنا ضحكنا جا كان تصاحبوا معاه يعني حسينا بواحد الاجواء اننا بدلنا الروتين هذا هو الاحتفال ما كاين حتى شي حاجه ماشي بالضروره ان تكون واحد المناسبه باش الانسان يحتفل بشي حاجه ولا لا هو انك تنشطي وتضحكي وتفرحي وصافي المهم بوسات لكم كاملين تهلاو في راسكم نتلاقاو فيديو